باشمهندس جوزيف، انا فهمت منك انك مستورد لادوات المطبخ من حوالي 30 سنه. بالظبط كده، احنا بقالنا 30 سنه بنستورد معدات مطابخ للفنادق والمطاعم الكبيره. كويس. من حوالي سنتين او 3 سنين تحولت الى مصنع. بالظبط كده. الفكره دي جت ازاي مع وجود امكانيات في منطقه صناعيه زي اللي احنا فيها؟ الحقيقه انا تشجعني ان المجمع الصناعي بيدي مناطق مترخصه جاهزه وساعدونا كتير في تدخيل مرافق اللي هي الحاجات اللي كانت بتاخر اي مشروع من هذا النوع. الحاجه الثانيه اللي شجعتني ان تعويم الجنيه الحقيقه، لان بقى المستورد سعره مش مناسب لناس كتيره في مصر، فاصبح لزاما على الناس اللي عندها خبره زي حالتي كده ان هم يعملوا تصنيع يخدم البلد لمصر الخير، يعني زي ما بيقول. طيب، يعني حضرتك بدات التصنيع من حوالي 3 سنين، ودي المساحه الاكبر، المساحه الوحده الصناعيه الاكبر في المنطقه دي حوالي 900 متر. تعتبر الكبيره اللي هي ال 1000 متر. طيب، ايه اللي متوفر لك من امكانيات ثانيه؟ يعني انا ما بتعاملش مع بتوع التراخيص، انا كله بتعامل مع الهيئه. برضو هم اللي بيساعدوا في، تخيل حضرتك انا دخل لي الكهرباء يوم خميس الساعه 7 بالليل قبل رمضان بيوم. ده عادة ما بيحصلش غير لما يكون يعني الواحد زق جامد قوي، والحقيقه انا ما زقتش من ناحيتي. اللي عمل الزق ده كله الجماعه بتوع هيئه التنميه الصناعيه. الامور كانت فيها سيستم، كان فيها نظام. بالظبط كده. طيب، فكره انك تكون موجود في مجمع صناعي بتفيدك ازاي؟ طبعا. اولا وجود المجمع الصناعي معناه ان انت جنبك عمال، وبالتالي بتقدر ان انت تنقي العمال اللي تناسبك وتاخدهم تدربهم وتعلمهم وتعرفهم الصنعه بتاعتك. ثانيا، وجود يعني انا مثلا في مخارط جنبية، يوم ما بحتاج حاجه المخرطه انا بلجأ له. وجود المجمع على بعضه ده فكره التكامليه في الصناعه. بالظبط كده. طيب، بالنسبه للخدمات الاخرى غير الكهرباء، الصرف الصناعي، وجود ميه مستمره، كهرباء، كل ده متاح. الحقيقه الاهم من كده تشجيع كذا حد، يعني مركز تحديث الصناعه. احنا الفتره اللي فاتت كانت فتره كورونا، اشتغلنا على ان احنا ناخد ايزو، اشتغلنا معاهم على ان احنا ناخد علامه جوده اوروبيه لمنتجاتنا، لان ده هيساعدنا كتير في التصدير. خدنا تدريبات، احنا استثمرنا في الناس اللي عندنا كتير الحقيقه، يعني في العمال، في العمال والمهندسين. احنا مش بس بنصنع، احنا بنطور كمان. بالظبط كده. ما هو دي خبرة ال 30 سنة اللي فاتت. خلي بال حضرتك، احنا خبرتنا ديت كانت مع يعتبر اعلى نوع مواصفات في المعدات في العالم من النوع ده. احنا كنا بنستورد حاجات امريكاني وما زلنا، بس يعني الاغلبية دلوقتي بنحاول نتجه للتصنيع. دلوقتي المنتج اللي حضرتك بتعمله احنا بنستورده، او كنا بنستورده بكميات كبيره، اظن لما نتوسع في تصنيعه كده هنوقف الاستيراد اوريدي، وكده هنوفر عمله صعبه ونوفر ايدي عامله وهكذا. مش بس كده، احنا شويه كمان وهنصدر، وهيبقى ده بيجيب لنا عمله صعبه الحقيقه. و و و و وده اقل واجب نعمله لبلدنا، يعني احنا عندنا خبره في الموضوع ده من فتره كبيره علشان نقدر ان احنا نعمل مكان جيد يستاهل ان يتحط عليه صنع في مصر. يعني بعد 3 سنين من التصنيع حضرتك بتفكر توسع تضاعف الانتاجيه بتاعتك؟ طبعا، ديت من الحاجات اللي في البال، يمكن مش اليومين دولت علشان موضوع الكورونا، انما ده في ذهننا وفي الخطه بتاعتنا باذن الله. يعني طب حضرتك بتشتغل في ماده يمكن ما اشتغلناش فيها او مش منتشره قوي على مستوى الوحدات الصناعيه المتوسطه او الصغيره في مصر. تمام. ففكره ان احنا نوجد عامل وندرب عامل بيشتغل على بكفاءه في المواد دي، ازاي ممكن نوصل له؟ احنا عاملين مثلا شراكه مع المدارس اللي في السادات اللي هي بتاعه التبريد، ولو ان موضوع كورونا ده اخر الموضوع ده، انما احنا مقدمين على طلب ان لو عندهم تلامذه بتقضي نص الاسبوع عندنا، تاخد تدريب عملي وترجع تاخد تدريب اكاديمي في المدرسه. كل ده بيساعد ان هو يوجد عماله جيده فاهمه في المجال ده.